الاتحاد والنصر والهلال والشباب في بطولة جديدة بالأردن، وأسماء تستحق التواجد مع النشامة يا عموتة لأسباب مهمة. لحتى تعرف التفاصيل خليكم معنا الأخير وحلقة جديدة من جرينتا. أهلا بكم. تفاجأت بمشاركة عمالقة الأندية السعودية في بطولة راح تنلعب نهاية الشهر الحالي في عمان بحضور زي ما حكينا الاتحاد والنصر والهلال والشباب، وهي بطولة جديدة استحدثها اتحاد الكرة بالتعاون مع نظيره السعودي لتقام للمرة الأولى تحت مسمى كأس الأندية النسوية الأردنية السعودية. البطولة اللي راح يشارك فيها من الأردن أربع أندية كمان، وهي الاتحاد والأرثوذكسي وعمان إفسي والنصر، ليتم تقسيمهم على مجموعتين، وبتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي. وعلما بأنه بهالبطولة فيها جوائز مالية محرزة، يعني البطل 20,000 دينار، الثاني 16,000 دينار، والثالث بحصل على 10,000 دينار، غير 10,000 دينار لكل فريق قبل المشاركة، طبعا غير الجوائز الفردية أحسن لاعبة وحارسة مرمى وهدافة البطولة. الخطوة هاي بشوفها كثير قوية وإيجابية للكرة النسوية الأردنية أو السعودية، لأنه معروف الأردن أندية ومنتخباته الأقوى بالدول العربية، وطول عمرنا بصدارة العرب إلا الفترة الماضية اللي انتزعتها المغرب منا بعد مشاركتها بالمونديال. فلأنه فرقنا الأقوى والسعودية تسير بقوة نحو تطوير الكرة النسوية عندها، فالبطولة راح تخدم الطرفين، وممكن في المستقبل نشوف لاعبات أردنيات أكثر يحترفوا في الدوري السعودي. وطبعا فريق اتحاد جدة السعودي بضم لاعبتين من الأردن، هم حارس المرمى ملك شنك وشهناز جبرين. وبنعرف كلنا أنه النصر الموسم الماضي حصل على لقب الدوري النسخة الأولى من الدوري السعودي بمساهمة كبيرة من قائدة منتخب النشميات ميساء أجبارة اللي حالياً ما بتمثل أي نادي. البطولة راح تلعب مبارياتها على ملعب جامعة العلوم التطبيقية إلا لو صار تغيير في مكان إقامة المباريات، وراح تبلش 21 من شهر 8 وتنتهي 1/9. وبالشق الثاني من الحلقة أقيمت مؤخراً قرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم، وتواجد منتخبنا الوطني في مجموعة مع المنتخب السعودي ومنتخب طاجكستان، والفائز من مباراة كمبوديا وباكستان وبتأهل عن كل مجموعة 2 للدور الثاني من التصفيات. طبعا هناك متابعة حثيثة للمدرب المغربي حسين عموتة اللي استلم مهمة تدريب النشامة مؤخرا، وبزور الأندية وبتابع غالبية المباريات من الملعب مع الجهاز الفني المعاون له، والحكم نسمعه انه راح يكون في تغيير بقائمة المنتخب عن آخر قائمة لعبنا فيها مباريات ودية بمعسكر النمسا. أول مباراة لعموتة راح تكون مع منتخب النرويج في مباراة ودية بتاريخ 7/9، وكلنا بنعرف أن النرويج مين معها أحد أفضل لاعبين العالم حالياً إيرلينغ هالاند، فهناك أسماء صراحة تستحق الفرصة ولو لمرة واحدة يا عموتة مع المنتخب قياساً على ما بتقدمه في الفترة الماضية، وخوفاً من أمور التجنيس اللي ممكن تبعد عنا كم لاعب مهم بالمستقبل، ومنهم لاعب الوسط عمر صلاح اللي بيقدم مستويات جيدة مع الوكرة القطري في المباريات الودية، ولاعب الفيصلي أمين الشناينة اللي لازم يلعب مباراة واحدة على الأقل مع المنتخب الأول حتى يستمروا مع المنتخب وما يحق لهم اللعب مع أي منتخب آخر، خصوصا أنه في كلام عن تجنيس هاللاعبين، واحد في قطر والثاني في الإمارات، والكلام لغاية اللحظة مش رسمي. ولاعبين محليين آخرين ينتظرون فرصة استدعاء عموتة لهم، منهم لاعب سحاب محمد الرازم اللي سجل 4 أهداف بطولة الدرع وكان بالوصافة بالنسبة للهدافين وقتها وسجل 2 في أول مباراة بالدوري، وكمان لاعب الوحدات محمد أبو رزق أقبة اللي عاد بقوة من الإصابة اللي أبعدته عن الملاعب طويلا، وزميله بالفريق الظهير الأيمن المتألق حاليا يوسف أبو الجزر، وابن مدينته لأبو الجزر الرمثاوي مصعب اللحام لاعب الحسين إربد حاليا. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن ما هي آخر نتيجة مباراة للمنتخب الوطني أمام نظيره السعودي وبأي بطولة كانت؟ اكتبوا لنا لو عرفتوا الإجابة في التعليقات. وفي النهاية لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة، لايك على فيسبوك، فولو على إنستغرام، سبسكرايب على يوتيوب، واستنوني أنا مهند جويلس في الحلقة الجاي. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.